لقد قيل لي أنك في مكان ما أنت هنا. شكرا سيادة الرئيس. لا تخافوا. هذه كانت أول كلمات خطبة لأول رئيس بولندي بعد الانتخابات في أكتوبر 1978. هذه كانت الكلمات التي حددت بوب جون الثاني رئيس بولندا. كلمات والتي غيرت العالم. جون بول أرسل رسالة هنا من وارسو وهو كان البابا في 1979. كانت رسالة عن القوة، قوة الإيمان، قوة المقاومة، قوة الشعب، الإيمان، الإيمان بنظام الحكومة، والرسالة التي ساعدت على الانتشار لهذه الفكرة في شرق أوروبا منذ 30 عام. هذه كانت رسالة والتي تغلبت على عنف ووحشية الحرب. البابا جون كتب هذه الرسالة في 1978. الاتحاد السوفيتي كان يحكم بقبضة حديدية هذه المنطقة، وبعد عدة أعوام حركة التضامن من أجل بولندا. أنا أعلم بدون هذه الحركة ما كنا لنكن هنا اليوم، ونحن ممتنون لهذه الحركة. وهذا يذكرني الإيمان. الإيمان يرى يكون أفضل في الظلام. ونحن في لحظات مظلمة، وبعد 10 أعوام انهار الاتحاد السوفيتي وبولندا والبلدان المجاورة أصبحت حرة. والمعركة من أجل الحرية لم تكن سهلة أبدا، ولكنها كانت طويلة مريرة مؤلمة ولم تستمر أيام وأشهر ولكن سنين وعقود. والمعركة من أجل الحرية كانت طويلة، كانت معركة بين الديمقراطية ومعركة بين الحرية، ما بين النظام العالمي الذي يستند إلى قانون وما بين القوى الغاشمة. يجب أن نكون واضحين، هذه المعركة لن ينتصر فيها خلال أيام وخلال أشهر. يجب أن نجهز أنفسنا للحرب طويلة الأمد التي أمامنا. سيادة الرئيس، سيادة رئيس الوزراء، أعضاء البرلمان، الضيوف الكرام، شعب بولندا العظيم، وأعتقد أن بعض الأوكرانيين معنا اليوم هنا. نحن نجتمع هنا في هذه المدينة، في هذا المكان المقدس، والذي به ليس تاريخ أوروبا فقط، ولكن تاريخ البشرية وتاريخ كل من يبحث عن الحرية لأجيال. وارسو وقفت مدافع عن الحرية حينما كانت تتعرض الحرية للخطر، وحينما كان يدافع عنها. واليوم نرى العديد من اللاجئين يهربوا من سلوفاكيا وجاءوا إلى هنا. مارلين أوربرايت لقد أصبحت من أعظم القادة، وكانت صديقة وأنا خدمت معها، وكانت أول وزيرة خارجية أمريكية كامرأة، وهي حاربت طول حياتها من أجل المبادئ الديمقراطية. والآن وفي مسعانا من أجل الحرية والديمقراطية، أوكرانيا وشعبها على الخطوط الأمامية يحارب من أجل أمتهم، والمقاومة الشجاعة هي جزء من معركة أكبر من أجل المبادئ الديمقراطية والتي توحد كل الشعوب. الحرية وسيادة القانون والانتخابات العادلة وحرية التعبير وحرية الكتابة وحرية التجمع وحرية العبادة وحرية الصحافة، هذه هي المبادئ الأساسية في المجتمعات الحرة.
ولكن دائما هذه المبادئ كانت تتعرض لها. كل جيل كان عليه أن يحارب الديمقراطية، يحارب من أجل الديمقراطية. هكذا يسير العالم، فالعالم ليس كامل ونحن نعلم هذا. فهناك طموحات لأشخاص قليلة والذين يسعوا أن يسيطروا على حياة الكثيرين. رسالتي للشعب الأوكراني هي رسالة، أيضا قلتها لوزير الدفاع ووزير الخارجية والذين أعتقد أنهم معنا اليوم. رسالتي لهم، نحن نقف معكم.